شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش باغي نفرج باش نعيش ما نسرق ما نبيع شيش المشكل هو ان هاد القيد اللي عندنا في المقاطعه 17 كل نهار كيجي كيدي منا الناس باعتقالات تعسفيه ما كاينش واتهامات كيديه تيقول لك حنا كنهينوه وكنتعداو على السلطات اللي معاه ومع المقدمين والاعوان ديال السلطه وحنا سيدي باغيين حنا هادشي ما كاينش كذوب وحنا بركنا معاه هو وسعاده الباشا وفتحنا معاهم الحوار وقالوا لنا غادي نعطيكم واحد البديل ترقيعي واحد الجهه كيقول لها لا حي بوجدور دم كلوطي واحد الساحه وقالنا غادي نخويها لكم وغنهيئها لكم وهذاك الشيء كله اللي هذوك سميتو الوعود كانت كاذبه فاش الغد اللي مشينا عنده قلنا ليه الحل اللي عطيتينا قالنا ما قلت لكم حتى شي حاجه صافي هذا الشيء اللي كان حنا باغيين نفرجوها باش نعيشوا ما عندناش فين غنمشيو بغينا غير غادي ولقينا البادي غادي نمشيو غنسمحوا حنا كاع في هذيك الفراشه ما عندنا التزامات عندنا وليدات تنخلصوا كرا عندنا معيشه عندنا وليدات مخير فينا هنايا ما عندوش دابا تقلب جيبو ما عندوش حتى درهم عندنا ناس معاقين عندنا ناس مجازين اصحاب شهادات عليا وما خدامينش طرقنا جميع الابواب اسيدي ما خلينا فين مشينا باش نقلبوا على الخدمه ما جابش الله حنا التجأنا الفراشه حنا معاونين الدوله حنا مخدمين راسنا بيدينا حنا مخدمين راسنا بيدينا يعني حنا معاونين الدوله حنا كنقلبوا على البديل وعلى الحل هادشي علاش كنقلب ضامنين مع الناس المعتقلين عندنا يوسف ونوال وكنطالبوا بالافراج عليه حيت يوسف ونوال مشاو ما حتى انا اللي كتشوف فيا شخصيا انا واقفه ديجا انا تعرضت للاعتقال وبركنا في الكوميساريه 48 ساعه حنا سبعه الناس تدزنا عند سعاده الوكيل وخرجنا بلا كفاله بلا حتى شي حاجه علاش حنا تعرضنا نفس الامر اعتقالات تعسفيه وقال لك حنا هنا ودرنا تهم باطله قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم